للمزيد معنا من العاصمة المقدونية المستشار القانوني في شؤون الهجرة واللجوء لؤي بشور. سيد لؤي بشور، يتم طبعا تقديم وعود كثيرة لتونس، ولكن ما الضامن بأن ما سيتم تقديمه لتونس سيوقف وضعها كدولة عبور أو كبوابة للهجرة غير النظامية؟ صباح الخير. الحقيقة أنا بشوف أنه المعادلة صارت واضحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. أمن الاتحاد الأوروبي يتضمن أمن واستقرار وازدهار تونس وتحسن الحالة الاقتصادية وتوفر الأعمال. تونس لما بتكون مستقرة ما بيعود فيها الزخم من اللاجئين غير شرعيين، بيصيروا ممكن كتير يبقوا بتونس ويشتغلوا بتونس ويتم احتضانهم من المجتمع التونسي مثل بقية دول العالم حاليا. شغلة ملفتة للنظر هي الحركة الدبلوماسية القوية جدا آخر فترة، حزمة المساعدات الضخمة جدا اللي بدهم يقدموها لتونس بما فيها ال 150 مليون يورو الإضافيات، وكمان وايضا تقديم حزمه لوجستيه وتكنولوجيه لتونس لحتى تقدر هي تكافح الهجره الغير شرعيه باساليب متطوره غير الاساليب الروتينيه المرهقه والمكلفه جدا. طيب، ولكن كيف يمكن لتونس برايك التوفيق بين المطالب الاوروبيه حتى مع محفزات وبين ما صرح به الرئيس قيس سعيد الذي يرفض أن تكون بلاده شرطي لأوروبا؟ نعم، هو الحقيقة لن تكون شرطي لأوروبا، هي الحقيقة رح تكون في تعاون مطلق مع أوروبا بحيث أنه يتم الوصول إلى تفاهمات ثنائية أو بين الاتحاد الأوروبي وبين تونس لتخفيف حدة الهجرة الغير الشرعية. أول مرة عم نسمع حتى أنه جوزيف بوريل قال، عفوا أبو الغيط قال باجتماع مع جوزيف بوريل أنه رح يناقشوا موضوع الجذور المسببات للهجرة الغير الشرعية. الاتحاد الأوروبي أخذ كثير خطوات آخر شهرين بما فيها تعديل قانون لجوء الاتحاد الأوروبي بالكامل، بما فيها التعاون مع دول الشرق الأوسطية وأمن البحر الأبيض المتوسط. ولكن هذا النوع من التسوية جرى فيما مضى، ليس منذ زمن بعيد، يعني منذ سنوات جرى مع تركيا ولم يوقف ذلك الهجرة غير الشرعية عبر تركيا في العقد الأخير. ما الذي يجعل التجربة هذه المرة برأيك تنجح في تونس؟ الرغبة التونسية إن شاء الله رح تنجح، يعني أنه تونس عندها رغبة أنه ما تكون بلد عبور وبلد تهريب. تونس بلد جميلة جدا وبظن عندها هي الرغبة. وثانيا عفوا ضاعت الفكرة. ضاعت الفكرة؟ طيب، نعم. مش مشكلة، خليني أعطيك فكرة أخرى. أنت قبل قليل قلت بأنه هناك رغبة في إبقاء هؤلاء المهاجرين في تونس. مراسلنا قبل قليل كان يتحدث ويقول أيضا بأن هؤلاء المهاجرين عبء أيضا على تونس، لا تستطيع إيواءهم في نهاية المطاف. كيف يمكن مساعدة تونس في حدودها مع الدول الإفريقية حيث يتسرب هؤلاء إليها؟ طبعا هو نحن بنرجع لأصل المشكلة. أنطونيو غوتيريش قال من كذا سنة أنه هذا الكون هو كون واحد وما رح يكون منيح بحالة منيحة إلا إذا كان كل شخص بهالكون بحالة منيحة. يعني دائما لما بيكون في بلدان متضررة كثير ونحن ما بنساعدها، هي رح تكون مصدر للتهريب ومصدر للطامعين بتهريب العالم بالهجرة الغير شرعية. الحل الوحيد انه يكون في برامج تطويرية اللي راح تكون حاليا راح تصير بتونس ان شاء الله، وراح تنعدى منها بقية الدول الأفريقية بحيث انه تدخل ببرامج تطوير ذاتي ويتم تقديم مساعدات. نعم. طيب، لماذا يا سيد لؤي في هذه الحالة لم يتم ضم ليبيا في هذا الاتفاق؟ ليبيا أيضا هي بلد عبور إلى أوروبا، ويعني وليبيا وضعها الأمني والعسكري أنت عارف، يعني منذ أكثر من 12 عاما هناك طبعا عدم استقرار
في هذا البلد، لماذا لم يتم ضمها في هذه الاتفاقات؟ الحقيقة أنا بظن يعني بداية هي رح تكون بتونس، بعدين رح تتمدد، إنما الاتحاد الأوروبي ليعمل اتفاقية مع بلد غير مستقرة، الموضوع ما فيه يعني لما ما بيكون في حكومة مستقرة وحدة وعم تتعامل الحكومات مع بعضها بيكون في استحالة بإنشاء أو بتوقيع أي اتفاقات ثنائية. مجرد ما صارت ليبيا مستقرة أكثر أنا بظن أنه المشروع التونسي أو التجربة التونسية راح تتكرر وراح تدمج كل المغرب العربي. وبالنسبة لسؤالك حول عدم نجاح التجربة التركية، تذكرتها يعني طبعا التجربة التركية يعني كانت مختلفة جدا، ونحن بجوز نقول أنه هي ما وقفت تسرب اللاجئين غير شرعيين من خلالها، انما بظن انه هي وقفتهم 98%، واللي نحن عم نشوفه كان ممكن يكون كارثي اكثر لو كانت هي التجربه فاشله. هي ما انا فاشله، انما هي ناجحه بشكل كبير، لكن راح يتم في نسبه معينه، نسبه مئويه صغيره. نعم يا غير سيد بشور. نعم. شكرا. نعم. لؤي بشور المستشار القانوني في شؤون الهجره واللجوء.